كاس سوكل مي الحاشدة ترد بدن إسوس أوروري بأثيرها الهيستوه دي إلى المكان المعد قبتي لودياري لقتله دي الكيسة مركي لسو قارين وقف الفتى سعيد بن عامر وإستاغي نينكي دليرها سعيد بن عامر الجمحي بقامته الممدودة جوجتانكي سيدارة جوجتي سيدارة جوجي سيدارة بإستاغي بقامته جوجي سي الممدودة إباريت يطير وأسوق كركس وفيرنا وسوق ورانسنايا على خبيب خبيب سوق ورانسنايا وهو خبيب يقدم الله مرنا إلى خشبة الثلب دبكي دلدلادة تيركي الود الله وسمع وحو مغلي صوته سعيد وحو مغلي صوته خبيب عدكي سي الثابتة إدقنا الثابتة إسغنادة الهادئة إدقنا وحكد أحمق لي من خلال سياح النسوة والصبيان ضوق هوانك اي عيالك لحظة ايو كد أحمق لي وهو خويب او يقول بهاية ان شئتم ان تتركوني اركع ركعتين حداد دونتان واسككين دين لهايدين ما اسككين ديسان عمل اركع ركعتين ان ركوع لو ركع ان تكذي قبل مسرعي هذا انت ان هل كان لئبقن ففعلوا سمايا ان شئتم حداد دونتان أن تتركوني إن الديسان أركع ركعتين لما ركع أنت كذا قبل مسرعي معنى مسرع أيضا ما يشان اللي يقول لك دي أنت اللي يقول لك جنكور هذا دون دونتان إن معنى الديسان أنت كذا ففعلوا سمية خبيب أصيد على أبو وقد حق الله سعيد عدكي هوانك يا دلانك أيو قد حمق لقبيب وإنت صباحي ثم مركا كدب نظر وحو فيري سعيد إليه خبيب فيري وهو خبيب يستقبل الكعبة كعبة قابلي ويصلي تكني ركعتين لبركعة يا لحسنهما ألا وناك بدناينا ويا لتمامهما ألا بمسترناينا لبدا ركعة معناه وناك سناينا أو تام أهان شبدناينا ثم مركا كدب سعيد رآه وحو أركي خبيب ويقبل سوقا بلي على زعماء القوم وضياشي قومك ويقول داية مركو لبذي ركع كبحي والله وان قد دارتي لولا ان تظنوا اني اطلت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة حديل لأيها اناد ايما ليسان اناد ام ليسان انان صلاة اتديريي ارققح انكا ارققح يجيريد اي موتك صلاة وان ديريسان لها وادبا وسي راحيسان لها ثم مركا كدب شهد وحو اركي أو جوب جوجها قومه تلكيسي وسعيدة بعيني رأسه لبذي سئم بعض أي وحقارك تلكيسي أو والحال هم يجوا يمثلون تمثيلنا يا صورة حمينة بخبيب خبيب حيا حال كونه حيا خبيب أو النار أو النفط إن كجرته يجوا جركيس حمينة أو كل بحر جريا فيقطعون ويجون من جسده جركيس القطعة حبن تلو القطعة حبنك لأيكو حفتة وصلت وصلت وهم يقولون له يبقى قدهايا أتحب أن يكون محمد مكانك مجعلان له محمد إنه مكان كاقع هذا وأنت ناجن أدينا أدد داجد بلو فرس وهذا الكهد عن شيغي زيد بن دثن وكوير أو سفيان خوي بن عدي وكوير لابد قرب أنك ورك يرين وأساقع يري سيدة الورني كتب تاريخ يورني وحو يري معناها een ayadoo marka xubin laga gooyay dhigiin oo qulqulay sida hadda halkan uu qoray ninkan muallifka kaatibka uu noo soo guuriyay waxa weeyaan ayadoo dhiga uu ka qulqulayo ayaa si jasjas inta uu yimaado wuxuu dhahayaa mugtahay majalan la idin lagu bedelo fa yaqulu wuxuu dhahay wad dimaa tanzifu minhu ayadoo dhiguna uu ka burqanayo wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wallahi baan ku dhaartay ma uhibbu majali أن أكون آمنا وادعا إن هذا نن نبقى وبدلا معناها نن شرلا ونبقى إن هذا في أهلي وولدي أهل كي ولد كي سدح جو وأن محمدا محمدنا يؤخذ بشوكة قدح حتى إن يموت بس كده إن هالك إن واحد سانو كديننا إترهانة أنا جرجي جو وحاول ينمج على الهين إن قدح مد فيروح الناس ضدك وحيور فينا بأيديهم قعمه هذا في الفضاء هولا سرق حوال السراق عمها لو رأدني ويتعالى صياحهم بو قوضون وسرمري كرب أقيلينين ومحيك أقيلينين أن اقتلوه اقتلوه وردلا دلا دلا ثم مركا كذب سعيد أبصر سعيد بن عامر وحو أركي خبيبا ويرفع بصره إلى السماء أرقيسا سماء ذكر أقالي من فوق خشبة السلب دوكي دلدلادة دشيسة
كر أسقف في رنية ويقول أضعيا اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا إلهي كوكب ترى إله كوب أنت أيين ما أنت واقتلهم بددا إله سكلة تكسن الله كلي كلي ولا تغادر منهم أحدا قفنا كتجن ثم مركا كذب لفظ وحون صوتوري ونفسري أنفاسه الأخيرة نفسي تيتي أود بيسي وبه أيدي أهاتي ما لم يستطع إحساؤه من ضربات السيوف وضعنات الرماح وحو سمقفنا كوبي كرن إحساؤه كوبي ديس وحو سنأوذن إحساؤه كوبي ديس من ضربات السيوف وضعنات الرماح لفش الساس إيوه قامون لغضري إسو وجرة وحان لكوبي كرن أيدي جركي سأهاتي معناها وحان لتركوبي كرن قفنا أوسن تركوبي كرن أيدي جركي سأهاتي أو إسو وجرة من ضربات السيوف وطعنات الرماح بفش السيف يضرد قمون انت بسوجرة اي نافت الصوت ورنافت قدام بيسي محابة عي مرك هلك او حكوشي ذي انجيسي اسلامك خبيب بن عدي اي هلك كوشي ذي داعيجي اسلامك اي هلك كوشي ذي او مركي هورا القرآن انو دات صابر الله سو دري داع انما لكن سدرجة كخير بان اغسي قدبي او اغسي تلابي التضحية مفهورك اغسي تلابي نفتي سأنو في سبيل المبدأ وهرة قريش لعبتي واتنا قريش لعبتي أسجد درجة سرقة لكن قريش دل بيلا نقط عادت قريش إلى مكة مكة لعبتي ونصيت وحي اللودي في زحمة الأحداث الجسامي بعددي عريدي قال هيد اي وينيت خبيبا خبيب بيها المانتي ومسرعه يقوبتي الولقدي ما عاد عدونا لكن الفتى اليافع لكن سويلكي قنقار كقدوا سعيد بن عامر الجمحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة البرقس حتى خبيب بس كحد يستكمل مغنان كان وحوها سعيد يراه من أرك خبيب في حلمه ريديس إذا نام مركو ساحر وكل ينجر ويراه أرك جري خبيب بخياله تسوس معناها سوجي ذن حصوصتي سكوس ودع جري خيالك حصوصت لير هذا وهو مستيقظ أسوى براروكسا ويمثل ويسوس رينجري وسهر استاجري أمامه هرتيسة ومعناها خبيب بأسو سورين جري وهرتسو كسو موغن جري وهو أسقو يسلي تكنا ركعتيه الهادئتين المطمئنتين لبدي سي ركعات إدد الجنائي حصر لنا أمام خشبة الصلب أسقو هرتاقن دي تيركي اللي قدل لها دوكي دلدلات أسقو هرتاقن ولبدي سي ركعات سيدقن أتكنا أي أسسو سورين جري مروا بعبار كدب ويسمع مغلي رنين صوته دوان كعدكيسي في أذنيه دقيس كمغلي وهو يدعو على قريش قريش أصبح هباري خبيب قريش هباري اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا سيدا أصبح له أي عبار كدب دقيس يكسو دعيا صعيد وحير كدب وحاويا مقال كيسا إسسو سوريني خبيب با إسسو سوريني ولا مدرك عدتكني مر أصبح هباري مركز سوف يخشى وعفسن جري أن تفحقه إني سوى لقد صاعقة قيلة أو تخر أما يكسر عد عليه صخرة بيح من السماء السماء حقا بيح كقصر بعض ثم مركا كدب إن خبيبا خبيب علم وحو بري سعيدا سعيد ما لم يكن يعلم من قبل وحو سنهران أقو نمبو بري علمه وحو بري أن الحياة الحق نرش بكتا إني تاي عقيدة وجهاد في سبيل العقيدة حتى الموت وحل عقيدة عقيدة إسلامك أو الرومية هي جهاد لوجهاد وضد معناها عقيدة صباح أترميسي حتى الموت تنية جيرين إلا وقف قدن تأرندس وعلمه وحبر أيضا صدق له أن الإيمان الراسق إن إيمانك حويسي يفعل الأعاجيب وحل ويا وصمينه ويصنع المعجزات معجزين إنه صمي إيمانك معايا لقف تيركي لود الله هلك لسوي تاجي هذا الله وأنتو كنيا هاتو كذا سحة سلونية أنتو كنيا سيد دقن أتوكني وهذا نضعها يا هدي أنا نكبقين إن معناها إلي أبتان وضم ليسان إن أرققحي سلاة ديدا اسكسي ولا لها كبسي الدرانة مركي سافت اللقوب باللعبي هذا معناها إنت اللي واحد جلو لوي ماذا لضعها مجعلان لهيد محمد إن لقوب بدله ومركا هذا نقوان كيسي أتكا قصي استمراري وضعها وحاويان مجعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم إني حتى قد أحمده طلو فيرس وأرين معجزة له أرنت أصوب بري سعيد بن عامر خبيب مركة خبيب معلم بوغو النقضي إن سعيد بن عامر
وعلمه وحو بري أمرا آخر أرن كلا أيو بري محويا أرن كاسو هو حويا أرن كاسو أن الرجل الذي يحبه أصحابه منك إصحابتيس السلام أجعله كل هذا الحب إنما هو نبي مؤيد من السماء وحاويا أن نبي حق السماء لغتا غيره ما أقف بشرة عند ذلك مركز با شرح الله صدر سعيد بن عامر إلهي أواس علاب سعيد بن عامر إلى الإسلام وقان سمدي إنه إسلامه فقام مركز استاغي في ملأ من الناس دب كده حدوده كده استاغي وهو أرنت كف الكرابة وهو كسر نقو نقطبة ما لنتي دنبك روح دب أهيو كده استاغي وأعلن وحو إعلامي براءته من آثام قريش وأوزارها إنه بركيها قريش آثام تيدا ذنوب تيدا إيا أوزار تيدا إيا وليبا وخلعه إنه كسيب ما أو كفقي لأصنامها وأوثانها أصنام تيدا إيا أوثان تيدا ودخوله إنه صوغلي في دين الله دينك إلهي وقان سميد الله نظامك الله إنه كبي رينا وأشاقي سيدا سانا إسلامي دبت الله إلى هذا وحاويا البراء من الشرك والكفر إنه قفك موجيه أصنامتي إنه كفقي إنه موجيه أو ثانتي إنه كبحي إنه موجيه صنم إيه وثن مركا اللي هذا والله وطف تفسير بيك على قادم أيام صنم كوحونا قنكراه وحاويا وح لقري كلي أيو كدع كراه لكن وثن باحيل بير وثن كوح لقري إيه وحن لقرين بواسو قلي كراه وكان نبي صلى الله عليه وسلم ولي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد إله قبري جيجا هكبقين وثن لعابده وثن كمركا وحوال بسوغل وحوال بان مقنكرا مركا سنم كي اي او ثانتي او اتنم انو كفو قيبو شادي سيرسان اسلامي دا دبتال لها اي وليب انو قلي نظام كا الله دينتا الله انو قلي دين دي قودي اي قرن قودي انو بري كيها ايو موجيه مركا وحاد عضي مركا دو قفك اسلامه محالك الربع وحالك الدوني انو سو هجرو دو هجرو دي واتنا مركا سعيد وصوب بحي سندي تضباط ميلاس اي كو ادني إسلامي دا سعيد بن عامر سيد سياق قصنا لقى فهمي هاجر وسوه جروذي سعيد بن عامر إلى المدينة مدينة أي وسوه جروذي سعيد بن عامر مدينة أي سوء آذي أو وسوه جروذي ولزم رسول الله رسولك إلهي ولازم صلوات الله وسلامه عليه وشهد معه خيبرة وحونا لحاذر النبي معيسى دقالك خيبر دولانك خيبر هي وما بعدها من الغزوات سيد مرك سياق لا يقع وانا إسلامي دي سوحي هاي سندي تضرب ده الحياة المكو إسلامي بوسوه جرودي خير بوك قيب دلك وسوكو كوبا يا مؤلفكو ولما انتقل النبي الكريم إلى جوار ربه مركو أقوري نبي شرفت لها نبي شرفت لها مركو أقوري لدرسد ربه وحقي ربي أؤذي بمعنى الأصيبة لغوضة وهو راض عنه وهو النبي راض كرى لها عنه أي عن سعيد سعيد رالكة أي معناها النبي أي النبي الأصيبة النبي وحال الأصيبة إذا رالي أكيها سعيد ظل وحو أها مركة وأهالي من بعده النبي قداسيشة نبي كدب وحو النقضي سيفا مسلولا سيف قلك اللي قد حيي وأهاتي في أيدي خليفتيه أبي بكر وعمر كجرت قعنتي لبضي خليف النبي أبو بكر وعمر بمعنى عمر يا أبو بكر انتي شقينيين بل عمر سيئي نيكا ليرانا سعيد بن عامر سدى عضا وحرقا يقودها هنتاي أي أولا الشقيبة اللي قولها هذا كان استعاره سيف قالك اللي جبت حيبه ونقل مركا ليه وحاوي أن ضاعه ضيبه السين معناها الجملة السجود بيبي أبو بكر حل جيسينا لبضي سنة أبو بكر ومعناها مرتدين تلدى قالمي إسلام كتلدي سوهينا سفي عن بؤلاء الشقي فبنكي سنة عمرنا سفي عن بؤلاء الشقي كد ابن هدى سيا ولو أفصند أنا سيدا نتقد دونا سيسا اللي قوضا عاش أولنا ولا سعيد مثلا أصوى تسالة فريدا أصوى كلاء لكن تسالة معناها فريدة فذا أو قرة صالو كلجي ان هري لو اركن اسرع او تصالح ومحي للمؤمن الذي اشترى الاخره بالدنيا قفك مؤمن كي الدنيا دي اسكا غلي اخره سو غتاي سو تصالح وا ايو نولا واثر دورت مرضات الله اله را لان شيس وثوابه يثوابك على سائر رغبات النفس ضمان وحيابها اي نفس جعشه وشهوات الجسد يا ضمان وحيابها جيرك او كما عنسده كدورت الله را لان شيس هي الثواب كيسة وكان وحي أهين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لبدي خليف النبي وهو بكر وعمر يعرفان لسعيد بن عامر وسعيد ويقان صدقه دا عديسة وتقواه يا عبسديسة دا عديسة معناه رنتيسة لقوضة يا عبسديسة كوا ويقان أهين ويستمعان ويدغيسانين إلى نصحه وانوين كأسوجيريو
ويسيخاني ويقول عنجرين إلى قوله هذا الكيسان ويقول لك عنجرين بعض مركع حصيصة قابكي أي يقول لك عنجرين يعني هذا الذي سواتنا دخل على عمر بن الخطاب في أول خلافته دخل وأصوغ لي على عمر بن الخطاب سعيد بن وأصوغ لي عمر بن الخطاب في أول خلافته خلافة عمر بلو قيذة فقال وحير يا عمر عمر أوصيك أن تخشى الله في الناس وحنكود در دارنا يا الله إلا ذاتك أغبغدي ولا تخشى الناس ذاتك أنا أذن كعبس في الله إليه أنا أغبغدي معناها حق الله أنا إسكدور حق ذاتك أنا إسكدور وحنكود در دارنا يا وأن لا يخالف إنو سندوى مارين قولك هذا الكاغ فعلك فعل كاغ فعل كاغ يقول كاغ إني سن إسقلافنا وحنكود در دارنا يا يجري فإن خير القول هذا الوحاء وخير بدن ما صدقه الفعل فعل كوحي وكبضي وأنا صدا صدا ببتع هدي قولك إيه فعلك استومره فإذا ماله بل إيه واقصاره وحنقنا هاي إلهي سبحانه وتعالى وعيد شديد إنه كتاب كيس منزل كأوكشاك ويريا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون حق الصمين إيسان حق الله إيسان واحدا فلم كورا مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ألا أكيس وحعرفوا إنا تئنا ترى هذا واحدا سمينين مرك لا تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تطلون الكتاب أفلا تعقلون مركي لعبيني إلهي سبحانه وتعالى وعبيني ذاتك حنحن وحوري أتأمرون الناس بالبر ما دتك فريسا سما فلكا إذا كان مهلمان يسان معنا نفتي سن نفتي ننمي لوري سان وتنصون أنفسكم أفلا تعقلون ميدا عقل الهين نبي صلى الله عليه وسلم حديث با كسر ناضي دتك معناها العذاب يا قيامة إني كم هي من عالمة إنه كم دي هاي ودتك خير كفر الجري ومركز عن خير كأسر الإيمان جري شرط دتك ودك الجري وده ومر الجري بس كي با ويدينا يمرك أركان قاب كدرن إله عذاب يا سوى من دعلك سكور يجي سنة حديث وقري مركزها وحيدها يعني معناها محاكو قدعي ميان معروف كان أمر جرين ها وان انفار جري لكن سيوان انده ومر جري معناها معروف كان لمان إيمان جرين حمانتا ميان نقرية بجرين ها وان كرية بجرين لكن حمانتا انده ومر جرين هذا الكتاب سكالا أو كما قال صلى الله عليه وسلم أعاذنا الله منها سفرس إلهي ناقا مدقو مركو واحد للدوني هذا الكاء يقولك إن إسوافقان سيدنا بالله شعيب إنه هذا فيلا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه سيسقون كسكوير ما دونيا معناه إن كل خلاف وحي أنا ذكر هذا إن أريد إلا الإصلاح وح كلمة دونيا وح كائن ونات أنت معناه أنا وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سياس بيجر سيد القرآن وكحكى يوني سياسة للدنيا مركب قفك الداعية إنه النقضة آمر بالمعروف من معروف كأمره ضد كان أغاري ناهي عن المنكر من منكر كذا ككرية به أغلب بدن منكر كاستاجديس وأسرع منكر كالإيمانين سأل من نقضة الله مركب وأنا ناس وأنا كسب وليمت وحدي جري قول كهذا إياه فعل كهذا عمر وهي سوافقا يا عمر وبودي جري أقم وجهك وجهك كتوسي لمن ولاك الله ضدك إلهك أجمل أحدك أمره أمر كيس إيتلديس أو أهل من بعيد المسلمين والمسلمين تقوى دفق وعلاق ركز جرى وقريب يكون كوس ودو ومدينة يكون الجوغة وأحب الله ملجع الله ما تحب لنفسك نفس هذا واحد لجع الله لجع عشاه وأهل بيتك أهل بيتك وكره لنا اللهم أيها ما تكره لنفسك نفس هذا واحد لدي فليس وأهل بيتك أهل بيتك واحد قلنا عيسدنا هي نفس هذا لنا عيسدنا ضدك مسلمين تنا لنا أو قلنا وفض الغمرات ما لها خمر خطرها أنا أطيم بو إلى الحق حقه حقا معناها دو خطرك ولا قالنا تيم بق ولا تخفي الله إلهنا هو قعر سنة اللومة الله من نتكو إذين في سنة الله هو قبق مركا وانا عجيب أي أسو جدي فقال عمر عمر وحير مركا ومن يستطيع ذلك يا سعيد سعيد وأرنتها يا أوذا فقال وحير سعيد يستطيع وحا أوذا رجل مثلك نين أذي وكلاء وآه من مو اللهم الله دسكو إله أوما لحدك أمر أمة محمد تلال أمة محمد دسكو إله أوما لحدك وليس أي سنة بينه السقي وبين الله الله أحد قفنا سي الله نوصن قفنا ودحينه وضاعت بأرنتها الإيمان كرة عند ذلك مركز بودعاء عمر عمر أوير من خطاب سعيدا سعيد بأوير إلى مؤازرته إنه تاغيرو حوجيه وقال وحير يا سعيد إنا مولوك هدروحا كاغم الحديقين على أهل حمصة ماشي حمصة ليراد وقبل كمدة سوريا فقال وحير يا عمر عمر سعيد بعدها يا نشدتك الله الله من كود دار ويدين يا الله تفتنني إنا ذن إفدنين وحان الله كود دار ويدي سنيا نيوها إفدنين مسؤولية دويت يبقى لن تحقق دف فقدب عمر عمر وعرض وقال وحويري ويحكم ورهوقين وضعتم هذا الأمر تلدى إسلام كالوحد جسين في عنق قرتي ذا ثم تخليتم عني كدبنا وإيكا لدريري سنمياء والله لا أدعك والله ما كنا أرتيبكم ما دافي وإذ آذي سأود وإذ آذي سأود ثم والله على حمس كدبنا حمس أي أضري وقال حدقي وقال وحير مركا ألا نفرض لك رزقا كورنا هديئا حوغام الشارة كوقرنا ميانا كوقرين حوغا
أنا قدر مشار. قال وحيري وما أفعل به يا أمير المؤمنين. أميرك مؤمنين تو محن كفلايا. زاهد إنه هذا الورياء ينسينا أن هذا أركي دونه صحابي أن أندل ساقنا سعيد بن عامر الجمحي. سعيد بن عامر الجمحي زاهد بوها من أدوية بل كالزاهدي بوها مركو الحجري محام كفلايا. فإن عطائي سيس مضيد وحيامه لقسي من بيت المال بيت المال كواح لقسي وصنة كمر ليسيه يزيد عن حاجتي باهيدي ومكبرا يهيدو مشار مكي جوكتا محام كفلايا. ثم مضى الى حمص كد بن حمص بؤاذي وما هو الا قليل وحي ربك ما سوريق حتى وفد على امير المؤمنين الا ان رسل وفتين امير المؤمنين توا عمره بعض من يثق بهم قار كمل ضد وخقل صلاة واه من اهل حمص ضدك معناه حمص قبل حمص دقي قار كمل اكوي وخقل صلاة الا ان رسل وفتين فقال الله مركز وحقي عمر اكتبوا لي اسماء فقرائكم حتى اسد حاجتهم وحديث وقرتان أسماء ذا مقعيضة ذلك فقردين إلا أن باهده ذكاول سي أن باهده ذكاول فرفعوا كتابا وحيساقا للمركة قرال فإذا فيه مستسيدا باكتا له فلان وفلان وسعيد بن عامر سعيد بن عامر هبل في هبل سعيد بن عامر فقال وحير ومن سعيد بن عامر سعيد بن عامر كان واقمة فقالوا وحير هدين أميرنا أمير كان نقويان فقال وحير أميركم فقير وتليه أنه أميركم فقير با قالوا نعم حبيرة. والله ما قد عرنا انه لتمر عليه الايام الطوال وحا قدب يا امري سمال مفر بضان با مريا ولا يوقد في بيته نار قرق سنة ان تبلغ شدين فبكى عمر مركز اويي حتى بللت الا اي كقوي سي دموعه اللي انتي سي لحيته لفقراتي سي ثم عمد كدبن وحو اقصد الى الف دينار كن دينار فجعلها وحو يالي في صرة كيش ايو كرري كنكي دينار اللي انبربي هانجت العكتي هر وقال وحجري اقرأوا عليه السلام مني ايو السلام هرت مركة كوات وقولوا له وحادنا كتر هذا بعث اليك امير المؤمنين بهذا المال اميرك مؤمنين تا مال كان كوسو ديبي لتستعين به على قضاء حاجاتك سياد او كالمي ستد با يوين كايو قددو سياد باهد هذا او كالمي ستد وفتقي وحي صلوغ ايام با ويمادين حمس بي قلن جاء الوفد وفدقي با ايمد لسعيد سعيد با ايمادن بسرة كيشكي با ايمادن فنظر اليها ساوو فيري وقاقي فاذا هي دنانير مسه دينارا كبوحة فجعل وحو بالله يبعدها عنه انو اسكفه غينيه وهو يقول اصبع دهي انا لله وانا اليه راجعون كأنما سيد ايضو هو استرجع سدي نزلت به نازلة اي كسو دكتي مصيبة او حل اما اسودي بساحته بدكيس اي قبتيس خطب بلايعي هب كسطره فهبت اوحى ارققحدي زوجته هوينتيس مدعورة ايضو احمد الارققحيي وقالت اوحي تري ما شأنك ورمحادعي يا سعيد سعيد وحالك هذا محويهي اميت امات امير المؤمنين ما أميرك مؤمنين بنت عمر قال مايا قال وحيري بل أعظم من ذلك مايا وحكوين باجرة قال دوحي تري أصيب المسلمون في وقعة من مسلمين تدولان دقاء اللغة أتكاري قلقوا أصيبي قال وحيري بل أعظم من ذلك وحكوين باجرة قال دوحي تري وما أعظم من ذلك ومحاكوين أرماس قال وحيري دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي الدنيا إيسو قشي او جوق ايسو تري سي اي اخراني اذا افسادسو دخلت علي الدنيا لتفسد اخرتي وحلت الفتنة في بيتي فدنان قرقي وسودكتي قالت وحي تري هوانتي تخلص منها اسكبحي كتخلص وهي ايدنا لا تدري موغا من امر دنانيري شيئا وعكتها انتمي ضحلك موغا قال وحيري او تعينونني ايقو كالميني سوايا هي على ذلك ارنتا انا كتخلصه ميقو التاغيريسا وميقو كالمينيسا قالت وحيري نعم ها فاخذ دنانير دينار ذيبو قاضي فجعلها وحيري في صرر في شاشر يربو كوكال الردردي ثم وزعها كدبن وحيري على فقراء المسلمين المسلمين تفقراضي لم يمضي كما سوريقين على ذلك ارنكا طويل وقت ساقدر حتى اتى عمر بن الخطاب الله وعمر بن الخطاب كيد رضي الله عنه ديار الشام ملك الشام الا اكيمت يتفقد احوالها اصغى عندين وباربارة احواشها ذا فلما نزل بحمص مركو حمص كسو دقي وكانت وحي حمصنا تدعى مدلو وير الكويفة كويفة وكوفة التصغير لقلي وهو وحن ويان كويفة تصغير ويرين ليري للكوفة كوفة يلغيري وتشبيه وانا كشبهيسي وكيسين لحمس بها حمسا لو اكيسيني وكوفا لو اكيسيني سببتا لو اكيسيني انا محيطاي لكثرة شكوى اهلها طب نبا اي بلانتا كشاقشادة اهل كيدو اي كشاقانيان من عمالهم مضح دوضة
وولاتهم يوالي أشهد كما كان يفعل أهل الكوفة سيدة كوفدي وينيد أهل كذا وشي غنجرين ملاح دودة إيا معناه عماشهد فلما نزل بها مركي معناه أسود دقيبة لقيه أهلها أهل كذا بألق المي للسلام عليه سيء السلامان فقال ساوحي لعمر كيف وجدتم أميركم والأمير كينا بالإيقاء والرمى بلو فرس سيدة سانة لقدون يقف كستقو مسؤول أه إنو وريغو أو قوضاها إسلام كتبه أو رعيادة إيا مضح هذا معناه قفكي مركا وغصر مضح دقي واليغا إيا يجي معناه أكلا وريستو أو يرى هذا بالحال كينا كورما أميركا كورما ساتهين إنو يرى هذا وصلنا لك قد دينا يا الخلفاء الراشدون دادكي ونواناكسنا إلي يرى أهل غدايدو سنة الله عضو عليها بالنواجد أوير النبي صلى الله عليه وسلم أوير سنة الله قبضة أوير سنة سهج يقول أوها عمر وسوب حجري مركز فيرين جري أحواش أيو باربار جري قيسسك أيو فيرين جري وبريدين جري وحاول أن أميرك يضدك أيو كالوريسان جري مركز ماشا حنسك ويفا اللو بحيي صوبت اللو بحيي إن كوفا ضد شاك شبناها كوفا وحالا يقانا إن ضد آد شاك شبناها ين وحتى سعدنا بوقاس وعشرة وشرين بالجنة حتى وكشك تنسيد الأوقية مركا عمر وايمد هدو يمد وعي كيف وجدتم أميركم وركوا الرمى أميركين فشكوا إليه ويكشك تنبا وذكروا أربعا من أفعاله أفر أفعاشي سابي حسن أثر قضبا قوي سنابي إلى هذا الأمير كل واحد منها أعظم من الآخر مد والبناء كوين تاي مدك لك قال عمر عمر وحيري فجمعت وحن جمعي بينه سعيدي وبينهم أفرت قضب ودعوت الله الله بريي ألا يخيب ظني فيه إله ملهي إنه سنكوه جن أن كما ليسني سعيد فقد كنت عظيم الثقة به وحن أهن آد وكل صنب عمر سعيد وكل صنع إلهي ما مكبري إلهي وحيري وحان الاله يوم له ملحنها اي قلن نكا ولالكي افرتان قضونا والاقش يغنى مركا دوائن محكمة لقاض صلح يسوس بحلي فلما اصبحوا مركي وبرستين عندي ايجي معنى عندي اكتايدة هم ايجي واميرهم امير كودي بان قلت وحانري ما تشكون محاد كشيغ نيسان عمر با هذا الكوتر رضي الله عنه وحيري فلما اصبحوا مركي وبرستين عندي اكتايدة ايكو وبرستين هم ايجي هم ايجي واميرهم امير كودي سعيد اها بان قلت وحن رما تشكون من اميركم واميرك انما حكى الشغنيسان قالوا وحي الهدين لا يخرج الينا حتى يتعالى النهار ونصبح الا ما انت اي سرنقت بمعنى برق الا قارمويانه فقلت وحن وما تقول في ذلك يا سعيد سعيد وما حكى له ارنكان فسكت قليلا حضاب اموس ثم قال كذب ابن وحيري والله اني كنت اكره ان اقول ذلك إله ما قد دارتي أرندا إنا شك شك وان دعي وان دبسني أما لكنس وإنه لا بد منه هديب لك من مارمان تحي فإنه ليس لأهلي خادم أهل كي مؤولها خادم معنى قبر معنى أخادمته هي خادم إيه أدي جمله فأقوم وان كعا في كل صباح صبح كستا وان كعا صبح كستا وان كعا فأعجن لهم عجينهم عجين كودا ايان اقصى ومعناه عجين كبركان قصى ثم اتريث قليلا كذبنا وحن اكاديا ونسوى حوغا حتى يختمر الا اكخميره ثم اخبزه لهم كذبنا وان ادبا ثم اتوضا كذبنا وان وسيستا واخرج للناس ذاتك نصبحا قال عمر عمر وحيري فقلت لهم وحن كويري وما تشكون منه ايضا محاكا وكشاق نيسان قالوا وحيرا دين إنه لا يجيب أحدا بليل إنه سو لا يجيب ما الجواب أحدا قف بليل قف من أيمت رواه الله يبو قلت وعن وما تقول في ذلك يا سعيد سعيد بل أردت أن محاك كلا ذهي قال وحيرا إني والله والله من قد أرتي كنت أكره وان بفسني أن أعلن هذا أيضا أردت أن أنا حسن شيبه فأنا أنيبه قد جعلت النهار الله مالك أيضا أيضا لجوغا والليل لله عز وجل هذينكين الله اسكنه صلاة بمتقنا مركة اي مركة ايذين ينبى وان تكنيا قلت وحان اري وما تشكون منه ايضا محاك لك الشغنيسان قالوا وحيرا دين انه اسابو لا يخرج الينا يوما في الشهر مال او حاج تبلو وكل ايه قفنا بقو سنهلي كير مال كحتا مال بان لأركن بشي ومر وكما غنادا قلت وحان اري وما هذا يا سعيد سعيد وطنينا محيطاي قال وحير سعيدنا ليس لي خادم يا امير المؤمنين أميركي مؤمنين تو خادم ما له وليس عندي ثياب أكتيدنا معهان أو مليه بر
غير التي علي أن كأهين لبضان أنسيته فأنا أنيقو أغسلها في الشهر مرة بشي مربان ميرا وأنتظرها وانسوها حتى تجف إلا كقلشه ثم أخرج له إليهم كذبنا ونصبها في آخر النهار ما قلت قلن كذا بعصر كمركة لقاله مرضي إيه قلشه أيان صبحا طبعا دول كاس شام نسيل اللي قانو قانو بذية حلية بلن كوت مركة ما دام مرضي الصبح اللي بقى إيسان قلالين وأين مركة ما ينتقل للسوق قلن كذا ما مركة صبحا وي ثم قلت وعن إنه ما تشكونه وعمره منه أيضا محس عدك شغل نسان سيد وكلم قالوا حين أن تصيبه من حين إلى آخر وحقود على مدمر كل جوجبة غشية مير دبول فيغيب مركز كم مغنادة عن من في مجلسه ضد كهريريس أيو كم مغنانيا وحاول يسيد وجهه وخطك كبحيا أنت أنا ذاك التقيسة مركا نين كان ألد أفنو عليها فقلت وحن إلي وما هذا يا سعيد سعيد وتنين محيطان بل أرنت أنا كورا فقال وحوي لسعيد شهدت وحن قوب جوجها مصرع خوي بن عدي خوي بن عدي أيان جوغي وأنا مشرك أنا هو مشرك ورأيت وحن أركي قريشا قريش أو تقطع جسده جلكي سقو قيني سوا انت قسدي هذا أن كسو شكيني وهي تقول أيضا بهيسا أتحب مجعلان لهي أن يكون محمد مكانك محمد أو مكانك غجوغا أبو السيام بوعوان إرنك سياء دهي فيقول عداي خوي بن والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي وولدي والله ما أقول دارتي مجع لنا هذا لنا بدقة أهل كي أولادي إذا أسكد حجوبة وأن محمدا تشوكه شوكة محمد أي قرح مده مجع لي وإني وصعيد بهذا الكبت وإني أنا والله هي ما ذكرت محسوستي ذلك اليوم ما لنت عف يرأى iyo wakayfa sidii anigu anni anigu taragto aan oga tagay nusratu oo gargaaridiisa ilaa hadii aan xusuusto banantu waxaan u maleeyaa anna allah la yaghfiru li ilahi inu samarna bi idin bidafeenin wa asaratni tilka alghashiyatu markaas waxa igu dhacaysa miir dabalkaas inda dalika markaas ba qala umar umar wuxuu yiri alhamdulillahi alladhi lam yukhayyid dhanni bihi ilahi ma mahad iskale malahayga aan hoojinin sidii aan ka maleysanay umbu saciid taagan yahay idinkaana hadda iska leh marka halkii baa lagu kala dareeray gartii waxa loo gooyay saciid bin caamir sida ka muuqata siyaaqa qisada suma markaa kadib bacfa wuxuu u soo bixiyay law isagii bi alfi dinaarin kun dinaar liyastaciina biha cala xaajatiisi uu baahidiisa uu kaalmaysto kun dinaar buu u soo saaray فلما رأتها زوجته زوجتي سيمركي أركتبي قالت له وحي كتر سعيد الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك الله هذا ما حد اسكال انا كاكاد ديقي معناها الشقر هذا وابد هرصاد ديه إلهنا وكا قرقاري او العقن وكاني با ما حد اسكال هوان كسير الأوقيه بدنا وحي استقب بديه ضعفي استقب بديه حراقي مركي أركتبه وحي استري هدى شقالها اللي قبته وحي تري اشتري لنا مؤنى هرطة قلب نوسو ايدي ألعب واستأجر لنا خادما خادمنا نوصل كراه سعيد سمحويري من زاهد ابوها فقال لها وحيري وهل لك مرت او مدوني ساسلوب طلبوا فيما هو خير من ذلك وهو حسك خير بدن هنا شقالة سوقبتو هنا انقلب نوصل قضاء معوني على ابنا اسكود الدبن وحا اصد وحك خير بدن مكوش يا قبري هاي قال دو حيتري وما ذاك محوي هاي كاس قال وحيري ندفعها الى من يأتينا بها وحنسينينا قف نوكيني ونحن احوج ما نكون اليها والحال نحن انه وانه احوج ما نكون اليها باهنا قدرا مرأة اقبنه اذ ما سينيس وحف وعلابت العكتان اذ نوكينيس ايان اما هنينا انسينينا قال ذو حيتري وما ذاك محاتك ودا محيتا ارنتاس قال وحيري نقربها الله الله بان اما هنينا قربا حسنا اما هو ناكسن بان الله اما هنينا ان تقرضوا الله قربا حسنا فهو يضاعفه لكم سمعين ايه قرانك قرانك الهي الله تدوق قرم يمسلح قرب ويران اما تدوق قرب عن اراده بيكسى ارورتي لفظي ان تقرضوا الله قربا حسنا واقرضوا الله قربا حسنا نبسوع العلي الله اضاد اما هسن الله دومدي سوحبا اضبعنا غني بو كيهي لكن سأيجو انتحاميه
ayagoo fiirinaya wixii uga khalif dhigay inay bixinayaan, inay horayaan, in markii la yidhaahdo wax bixiya wixii isku dhejinayaan iyo in kale ayuu fiirinaya. Markaa Saciid bin Caamir zawjadiisii arrintii buu ku booriyey, wuxuu yidhi allaah baan amaahinaynaa, ilaah baan siinaynaa, maxaa yeele ilaah wixii loo amaahsado xaggiisa loo horumarsado ma lumayaan, waayaalayaan, in allaha laa yuklifu lmiicaad, ballankiisa allah ma buriyo, maalin aan maanta ahayn buu ku siinayaa, wamaa tunfiquu min shayin fahuwa yuklifu, bedel khayrka buu keenayaa, waxaa weeye wax ka khayr badan buu kugu bedelayaa. Marka gabadha gabar khayr badan bay Saciid xaaskiisa qaalad, waxay tiri nacam wajuziita khayran. Sidaasaana gabdhaha muslimaanta maanta laga rabaa, haddii aswaajtooda ay ku booriyaan khayrka oo yidhaahdaan wax aan la baxno, inay macnaha waxaa la rabaa ay ku waafaqdo, inay cadato ama calaa cash ama ay tiraahdo anigaaba dhiban, anigaa iga taalaa, maxaa dadka kale macnaha taydaabad gudan leedahay, sida kuwa qaar ay yidhaahdaan iyo wax la mid ah, looma baahno. Taas sunno wanaagsan maaha, waa in lagu daydaa dadkii wan wanaagsanaa, qimada sare ayaa la hegsadaa. Marka waa inay gabdhuhu yidhaahdaan maxay, inay yidhaahdaan khayr allah ku siiyo, sii wad, bixi, ilaah baa bedel khayr qabana siinaya. Sida gabadhan Saciid xaaskiisa ay tiri nacam wajuziita khayran, khayr ha lagugu abaalgudo. Famaa qaadara, kamuusan kicin majlisahu booskiisii alladii huwa fiihi Saciid uu fadhiyey, xataa jacala danaaniira, ilaa uu dinaaradii ka yeelay, fii surarin, kiishas ayuu ka yeelay. Wa qaala liwaaxidin min ahli, qof ehelkiisii ka mid baa wuxuu ku yidhi, indaliq bihaa, la aad, orod aad, ilaa armalati fulaan, gabadha garoobtee fulaane ah, orod u gee intaan kistan, wa ilaa aytaami fulaan, agoonta fulaanna intaan sii, wa ilaa masaakiini aali fulaan, masaakiinta reer fulaanna intaan sii, wa ilaa mucwizi aali fulaan, kuwa saboolka oo aan waxba haysanin ee baahan, baahanayaasha reer fulaanna intaan u gee. Radi allahu can Saciid, wixiiba waa dhameeyey. radi allahu can Saciid bin Caamir, Saciid bin Caamir aljumxi, allah ka raali noqdo, faqad kaana, wuxuu ahaa, min alladiina yu'thiruuna, wuxuu ka mid ahaa kuwa macnaha yu'thiruuna calaa anfusihim, naftooda ka eexda oo qeyrkood u eexda, walow kaanat bihim khasaasa, haba u baahnaadaan. Dad lagu amaani baa jira macnaha naftooda inay wax ka eexdaan oo qeyrkood ay u eexdaan, walaalahood ay u huraan, waxaa weeyaan waa ansaaru, macnaha ansaartii nebiga sal allahu calayhi wasalam, waxaa weeyaan waa asxaabu madiina, ansaar al-aws walkhasraj baa ilaahi subxaana wa tacaala uu ku amaanay fii suurati alxashri layahay, waladiina tabawau addaara waalimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaaja wayu'thiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa, naftooday ka doorayaan, walaalahooday u doorayaan, haba u baahnaadeen, hadday doonayn waxay u baahan yihiinba ha ahaadeen. Marka waxaa weeyaan sidaasoo kale ayuu ahaa Saciid bin Caamirna, wuxuu ka mid noqday min alladiina yu'thiruuna calaa anfusihim, kuwa naftooda ka dooraya oo keyrkood u dooraya, walow kaanat bihim khasaasa, haba u baahnaadaan, oo macnaha ayaga waxay u baahan yihiinba ha ahaatee. Marka qisada saxaabigan Saciid bin Caamir radi allahu canhu waarbaah, intaasay noogu dhan tahay. Haddii siyaasi aad doonayso, muallifka wuxuu kuu dirayaa kutubtaas Tahdhiib Tahdhiib ibnu Casaakir, Safwatu Saf, Xiliyat Lawliyaa, iyo Taariikhu Lislaam, Alisaaba, iyo Nasab Quraysh, intaba wuu kuu dirayaa, iyo kutubo kasii badanba intaba waa qoraan. Marka waxaan haddana ku darayaa fawaa'idda qisadan laga qaadanayo. Qisadan fawaa'idda laga qaadanayo waxaa ka mid ah fadliga saxaabigan uu leeyahay radi allahu canhu waa ka mid, waxaa kaloo laga qaadanayaa iimaanka in laisku saramariyo. Saxaabadii lasoo diray Bacthu Rajiic ee 10-ka ahaa, sida qisada Bukhaariga ku sugan ee Caasim bin Thaabit looga amiir dhigay, waa kii hadda aan ka sheekeynayay qisada bilowgeeda. Waxaa weeyaan waxay ahaayeen dad macnaha ilaahay doonayay ahaayeen, waxaa weeyaan qaarkoodna markii horeba baqtii horeba way dagaalameen. Labadii nin ee macnaha gacanta u galay markii dambena waxaa weeyaan saddexdii gacanta u galayna Cabdullaahi bin Daariqna waa asagii waxyar kadibna yidhi ina lii biha ulaai uswa, iimaankiisii buu isku saramariyey. Saxaabiga Qubay bin Cadiy oo qisada sababta uu ku islaamay baa Saciid bin Caamir, isagana waa kii hadda aan ka sheekeynaynay qaabkii loo dilay iyo hadalladii uu ku yidhi Sufyaan bin Xarb markuu macnaha uu kalbo u goodinayay uu lahaa ma jeclaan lahayd in lagugu bedelo Maxamed. Zayd bin Dathna kadalika sidoo kale. Marka halkaa usuu xasana noogu sugan ku dayasho wanaagsan.
وحكى الله قادنا الزهد في الدنيا الدنيا إلا جساهد والجزاهد الدنيا رحب هذا زهد في الدنيا مركل اللي هنا لجواه ويان بالله شقيسان يان وحول القفسان أي من كوبيا يان لجكبن لجواه وحاول وحديك عن هذا صاق الشنا إنا هذا كفر حن حديك بحضنا على كنا حن في قوان مركل يده الزهد في الدنيا وصاف إن معناه ثامن أي سن الدنيا كوي يالنا وحكى الله قادنا يا إن البراءة واجب تهاي قفكم مركو إسلامي وسعيد بن عامر ملك إسلامي يقوم كي سهرتي سوحو كم وجيي إن معناها وبركي هاي أصنام طوضة إي أوصان طوضة وحكى له قصانا لغا قادنا يا إني أهايين أيوة مشركين مشركين تعربت كوا حرمية وحيا بقار وكم إذا شعائر دين الإسلام أشر الحرم كي حرمين جرين وواكنا زيد بن دثنا إيس أخوي بن عدي مركي دلاين حرم كوا لغا بخي خوي بحال سيئي بلاها إنتي دمانا ين إلا أيجي معناها قصوين عجيبة أركان هو حاكم القصيدة أركان قصيدة قبلي بنو حارث حارث قبلي سمعناها أي معناها وريني سأي لهاي وحنقو أركي عنب أصوى عنيا عنب نما كما أولي مالو فيرس وكراماتك إن الله يرزق من يشاء بغير حساب مريم بإله سبحانه وتعالى قرآنك وكان ونضحك يونيا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجدها وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله هل أكتي سكار وحال وريا إن كوارك جري وحيالا معناها حل وادي أن لجوبن عنا حل وادي مرعا حل وادي لجوبن إذا مريم إسكاه ستاي وارك جري مركو حاويا إلهي حج بيجي سياسو وقرقاريا هدي أي كوارك يستان بريقي سا مركا تاسنا وعلى قادنا وحال لغا قادنا يا إني أهيان كوا بلا حرمة الوينية حل ياس إلي سوغايين دعدوين كاسي أركين وحال وريا حتى إني يحوان كقار أركين وصغو عبادي سنية هذين كيو نمتو كنية قلبي قوة مركي دنبقو جلعي صلاة الليل بخوي عاورا متاغية واتو كنية قرآن بو أخرنية وحاك الله لك قادنية دعوذي إني إسوبت الشي محي إني إسوبت الشي جهاد مركي هرا وحي هاي تبحى اور دات كان معناها عضل يقارئي من أويري مقتاي قوم كاسا وحي رمان ضد با هلكا كإسلامي مي كإسلامي فرق نغو دري شقول بها كاعاتي النبي قو قدري دعوة مركة الله دري إني قرآن سوء أخيان بها الله دري تعودي وحي يسوب الشيء محي جهاد وحي يسوب الشيء التضحية وحي يسوب الشيء نفورد مركة ولا يقاضنا يا أيضا وحالا يقاضنا يا هديد دعوة إي كلقة شقعان أذك إن لو بهاي مركة قعان كاسن إنا نكلب الله بينا waxa laga qaadanaya macnaha isticlaawul iimaan waxa laga qaadanaya sida suluuga saxaabada ridwaanullahi alayhim ee nabiga dhaqankiisa sidoo aan dhaqan aad wanaagsan oo markii cunugi yara ee gabadha macnaha xaris bin caamir gabadhiisa khubayb oo la haysta ah uu ka codsaday mindi mindidii ay siisay cunugeeda soo gurgurtay dhabtiisu ku fadhiya mindidii gacanta ku haysta madilin u firs iyadii waa argagaxday حاول هالكاسنا وحلقة قاضنا أولادا معناها مشركين تا إن هالدليل وأنا واحد إسلام كأصولي مركي دم بحتا صحابي قاسنا الله بكو إلهامي خلو قاضي ونكسنا يطبق قاضي ونكسنا بحلقة قاضنا يا وحاول ينفنتي قصة مركي الوجود تدبره فوائد لقى قاضنا أدي أطير بلانتاي واحد السوق كوي كرنا معه إيثار كا كمدة صحابي قام وحاول ينوح قصة الله كان وهوريا وحوريا أرامشي وحوريا غنتي وحوريا مساكنتي وأنا سيد لقدوني دتك مسلمين تا خاصة دتك مسؤولية هاي سيد لقدوني وصدف حاويا وحي أن هاللي نفتي ذي الشيطان بيكا هذين وحي أن هكا جنين الله سبحانه وتعالى من خير شكر جينينا انت سنكسو قابنا يا هذا وبالله التوفيق.